نظم قسم الجغرافيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت معرضا علميا وورشا ومحاضرات بمناسبة الاحتفال باليوم الجغرافي. الفعالية سلطت الضوء على الكثير من القضايا كتطبيقات الجغرافيا الحديثة وأثرها في التخطيط والبيئة والمجالات التنموية. إلى التفاصيل. تقوم الجغرافيا بالتحليل المنطقي والعلمي لأبرز الظواهر على الكرة الأرضية، فتساعدنا في الكثير من المجالات الحياتية كنظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها في البيئة والتخطيط والعديد من المجالات، وهذا ما أكدت عليه احتفالية جامعة الكويت في اليوم الجغرافي. يقيم قسم الجغرافيا سنويا اليوم الجغرافي لعرض العديد من الأبحاث العلمية والمشاريع الطلابية، ويتضمن هذا اليوم مشاركة العديد من الجهات الحكومية وأيضا الخاصة، ويتضمن أيضا العدد من الورش العلمية اللي يستفيدون منها الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية. تكمن أهمية اليوم هذا من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية والأدوات الجغرافية في إدارة مشاريع الدولة، في التخطيط سواء تخطيط المدن، الاطفاء، الامرجنسي فاسيلتيز او خدمات الطوارئ مثل الشرطه والمطافي وغيرها. معرض جغرافي وورش عمل ومحاضرات ستساعد الطلبه والمهتمين في تبادل الخبرات العلميه والاكاديميه وتعريفهم بتطبيقات الجغرافيا الحديثه. دور الجغرافيا جدا مهم في التخطيط البيئي، في التخطيط العمراني، في التخطيط الحضري. فإذا كان عندي خطة جغرافية بيئية، فأنا بقدرتي أني أستديم البيئة بشكل مفيد، يفيد أفراد المجتمع، يفيد الدولة بشكل عام. كذلك بالنسبة للتخطيط الحضري، كذلك بالنسبة للتخطيط البنية التحتية وغيرها من الأمور، فهي جدا مفيدة هذه العلوم الجغرافية. موقع إلكتروني طورته لخدمة الباحثين اللي هو المنصة الجغرافية الكويتية. هدفي من هذه المنصة توفير البيانات والمعلومات لكل المهتمين بالعلوم الجغرافية لاستخدامها بدون أي قيود أو أي شروط مسبقة. طبعا البيانات الجغرافية اللي موجودة فيها مهمة لتقديم الدراسات الجغرافية التطبيق المتقدمة، دراسة المشاكل، توفير الحلول. إذن هذه الفعاليات تسهم في نشر الثقافة والمعرفة الجغرافية وفهم أهميتها ونواتجها في المجتمع. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.